الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ملوك ساد على اليوتيوب. النهاردة معانا تردد، قناة مهمة جدا على قمر ماين ساد، قناة من أحدث القنوات الجديدة على قمر ماين ساد. النهاردة معانا تردد قناة الحرامي سينما. طبعا اسم غريب شوية، بس هي عادة قنوات الأفلام والقنوات المسلسلات والقنوات المصرية عامة بيظهر قنوات بشكل غريب وبأسماء غريبة. النهاردة معانا تردد قناة الحرامي سينما، وهي قناة جديدة عبر القمر الصناعي نايل سات. طيب تردد القناة كام؟ تردد القناة هو تردد حزمة عامة. طبعا القناة دي موجودة على القمر نايل سات. طيب تردد القناة هو تردد حزمة عامة ويمكن استقباله على جميع أنواع الأجهزة. يعني أنت لو كان عندك جهاز اتش دي أو جهاز بصيغة اس دي هنقدر نستقبل تردد القناة دي على القمر نايل سات. طيب تردد القناة هو تردد حزمة عامة، تردد 10815 10815 مع معدل ترميز 27500. الاستقطاب هيكون أفقي، وده كان تردد قناة الحرامي سينما. طبعا الاسم غريب شوية، بنسمع اسامي قنوات غريبة، ولكن ده موجود فقط عبر القمر الصناعي نايل سات. طبعا على كل حاجة هو قمر نايل سات 7 درجات غرب، هو تردد أخيرا 10815 مع معدل الترميز، وده بيكون 27500. والاستقطاب بيكون أفقي. طبعا القناة تخصص أفلام، وطبعا بتذيع بعض المنوعات على القمر نايل سات. ده كان تردد قناة الحرامي سينما، أحدث القنوات الجديدة على القمر الصناعي نايل سات. في النهاية الناس متنساش تعمل لايك واشتراك في قناة ملوك ساد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.